مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيل الشيخ متولي البراجيلي. اهلا ومرحبا يا دكتور. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. اسال الله خير. اسال الله ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. امين. اللهم ولك بمثلي ان شاء الله. اللهم امين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيل الشيخ متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء. ومع الأستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، لحضرتك أهلا ومرحبا حبيبي الغالي. أهلا ومرحبا، تفضل. نعم حضرتك يا رب. ليه حضرتك سؤال بس بعد إذن حضرتك؟ نعم يا حبيبي تفضل. أنا ليه أخ في الشغل توفى من قيمة أسبوعين بالظبط. الله يرحمه. زميل أم أخوك شقيق رحمة الله عليه؟ لا يا فندم، هو أخويا في الشغل، زميلي في الشغل يعني. زميل رحمة الله عليه رحمة واسعة. ربنا يخلي حضرتك. فهو يا فندم هو متزوج بس ملوش اولاد يعني. نعم رحمة الله عليه. متزوج وملوش اولاد. نعم. فلي اخوات من امه، لي اخوات من العصب الام والاب، لي اخ لي اخين. ولي من والدته، ولي من والدته اخ يعني والده توفى، فوالدته اتجوزت خلفت بنت ولد. نعم. ولي من وابوه تزوج قبل او ابوه كان متزوج على والدته يعني. يعني هو ليه ثلاث اخوات حضرتك، اخين من ام واب، واخ من اب، واخت واخ من ام. نعم له اثنين يعني اخوان شقيقان و... أيوة. تمام. واخوه من ام، بنت ولد، واخ من واخ من اب. من اب. ايوه يا فندم. نعم. فدلوقتي يا فندم هو احنا لما مات طبعا كان ليه مصاريف خارجه تبع الشغل يعني. نعم. فاحنا خرجنا له، جبنا مصاريف الخارجه دي. طبعا كانت المفروض ان زوجته هي اللي هتستلم مصاريف الخارجه من عددها من الشغل، لان هي الوحيده اللي هتخش المبنى عندها، مبنى الاذاعه في الفيديو. ايوه يعني. نعم نعم. وقبل حضرتك يا فندم، فطبعا احنا دلوقتي انا سالت بعض الشيوخ يعني عندنا، قالوا ان المفروض الخارجه دي المبلغ ده يتقسم عليها وعلى اخواتها وعلى اخوات محمد، لانه ملوش اولاد. الله يرحمه. والدته ووالده متوفيين. فهل يا فندم هي من حقها ان هي تاخد كل الفلوس الخارجه ولا تتقسم على اخواتها حسب الشرع؟ حاضر حاضر. بارك الله فيك يا استاذ احمد. وفيكم بارك الله يا استاذ احمد. اسال الله ان يغفر له وان يرحمه وان يلحقنا بهم على خير. امين يا رب العالمين. الاخت امة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا، تفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضلي. لو سمحت بس انا هسال اسئله. تفضلي يا اختنا. بس عايز يبني. لا ارفع الصوت من فضلك، انا لا اسمع، تفضلي. انا مش قدام التلفزيون، عاوزاك تسمعها. انا مش كلام مش واضح، حد من الشباب سامع الكلام كويس؟ سلام. اسمع التليفون. طب انا اسال سؤال. هادي السؤال، انا سامعك، تفضلي. السؤال الاول وسط الجنه. طب استاذنك تغيري مكان اللي انت واقفه فيه في الشقه عشان الشبكه غير جيده. لو سمحت غسل واجب الجمعه. غسل يوم الجمعه؟ واجب على النساء. هل هو واجب على النساء ام لا؟ حاضر. وصلاه العيد واجب ولا لا؟ حاضر، النساء وكذلك صلاه العيد. حاضر. لو سمحت. ايوه. هو ذهب الزيت. نعم. مش سامع الجزئيه الاخيره. مش سامع. ذهب حلي المراه عليه زكاه؟ اللي هو بتاع الزينه. حاضر.
ولا غير المسلم. الذي حاضر حاضر. لو سمحت عاوز الاجابه من التلفزيون، انا مش قاعده يعني في التلفزيون. انت مش عندك تلفزيون؟ لا انا حاليا مش موجوده يعني. طب انتظر الجواب بعد قليل يعني، ان شاء الله تعالى في التليفون، وان شاء الله تعالى قريبا الشيخ هيجاوبك حالا ان شاء الله. فامان الله. السلام عليكم استاذ علاء. السلام عليكم. طيب حاضر، عاود الاتصال اخي الحبيب. نعم، في اسئله كانت وردت الي على الهاتف. شيخ الكريم، اخ ارسل سؤالين، يقول رجل يصلي ومر امامه احد الناس، فما حكم الصلاه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رجل يصلي ومر أمامه أحد الناس، عليه أن يمنعه من المرور، فإذا مر فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. حكم من أتى زوجته ثم نام حتى بعد وقت الشروق، فما حكمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نام على غير، نعم، على جنابه. على جنابه لا شيء عليه، الافضل ان لكن هو أن لم يصلي الفجر يعني. هو الصلاة هنا، الصلاة يعني صلاة الفجر شيء، والنوم على جنابه شيء اخر. الافضل ان يغتسل بعد ان ياتي اهله، فان لم يستطع ان يغتسل فليتوضأ يخفف الجنابة، لكن صلاة الفجر هذه شيء آخر، يعني يأخذ بالأسباب التي تعين على القيام لصلاة الفجر. نعم، جزاكم الله خيرا. ما يسمى بالخرج، أسأل الله أن يغفر لأخينا زميل الأستاذ أحمد، أستاذ محمد على ما أذكر اسمه، أسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده برحمته، أمين يا رب العالمين. الخرجة على الزوجة أم على الإخوة الأشقاء مع الزوجة، والإخوة لأم والإخوة لأب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخرجة يعني هي المصاريف التي تدفعها جهة العمل لأجل الجنازة، فهذه المصاريف إن كان أحدهم قد دفعها فهذا يسترد ما دفعه، فإن كانت الزوجة قامت بمصاريف الجنازة فتسترد المصاريف التي دفعتها، ثم يوزع الباقي على الورثة. نعم، والله أعلم. هو ليس له أبناء، فهل هم يدخلون معها في هو الميراث ان كان هناك ثمة ميراث؟ ايوه نعم، هو كلالة هذا يدخلون معهم. نعم. أمة الله تسأل عن غسل يوم الجمعة، هل هو واجب للنساء؟ كذلك غسل يوم العيد. نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أن غسل يوم الجمعة مستحب للرجال، والرجال هم الذين يتوجب عليهم صلاة الجمعة، فما بالنا بالمرأة التي ليس عليها جمعة، فليس عليها غسل للجمعة. نعم، والله أعلم. الله خيرا. حلي المرأة الذهب. نعم، المحلى به أو التي يعني للمرأة، هل عليه زكاة أم لا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، بين من قال عليها الزكاة إذا بلغ النصاب، ومنهم من قال إذا كانت تتحلى به فليس عليها زكاة. والتفصيل إن كان يدخر يعني وعاء لادخار المال فهذا عليه الزكاة، يعني بعض الناس يشتري الذهب من أجل أن يدخر، فإذا بلغ النصاب فهذا فيه زكاة. لكن الكلام في حلي المرأة، في حلي المرأة مسألة فيها خلاف، وأرى أنه إذا بلغ النصاب أن تخرج الزكاة خروجا من الخلاف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال؟ نعم شيخنا الكريم، كنا نتعود دائما في كل لقاء ان نتحدث عن الحياه مشاركه. واليوم بدانا بالاتصال باول اتصال كان استاذ احمد حفظه الله، ولم نتحدث عن الحياه مشاركه. نعم شيخي الكريم. نعم، الحياه مشاركه. والله انا يعني احيل الى كلام شيخنا شيخ ابو اسحاق مع الاستاذ ابراهيم العروبي شفاه الله عافية. المقطع الحقيقه المؤثر اللي الشيخ بيختمه بقوله من يحملنا حتى نبلغ رسالات الله. حقيقة المقطع مؤثر، ولا أجد كلاما يعني أزيد على هذا المقطع يعني، والإخوة يعني في القناة إن شاء الله يعيدونه كثيرا، فهو الحقيقة مقطع يعني بيرشق في القلب الحقيقة يعني. من يحملنا؟ من يحملنا حتى نبلغ رسالات الله. طبعا الشيخ يعني واخدها قياسا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعرض نفسه
على القبائل من يحملني حتى أبلغ رسالاتي، رسالات ربي. وكذلك الحال، من معنى يحملنا. جيد. أيوة، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. يا ريت نعم، كل واحد، ليتنا جميعا نفقه هذا الكلام الغالي. وجزاك نعم، الله خيرا ربنا على يبارك، حسن الاستشهاد بكلام شيخي وحبيبي ربنا فضيلة الشيخ يبارك، أبي إسحاق الحويني ربنا حفظه يبارك، الله من كل اللهم مكروه آمين، وسوء، اللهم ومتعه آمين، الله بالصحة والعافية. صلى الله عز اللهم وجل أن يديمه وأن يحفظه وأن ينفعنا بعلمه وأن ينفعنا اللهم بعلمكم. أمين يا رب اللهم العالمين. فالحياة مشاركة، ونكرر، من يحملنا حتى نبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. والأرقام تظهر تباعا على الشاشة تحت عنوان حملة الحياة مشاركة في 3 أرقام، 010 في 011 وفي 012. معنا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، جزاكم الله خيرا. وإياك، الله يرضى عنك ويحفظك. بقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، نعم، في ناس كتير جدا نفسهم يدعموا القناة بس صعب عليهم جدا إن هم يوصلوا لكم، فأنا بقترح حضرتك يعني تجيبوا رقم نحوله رصيد، هتلاقي كمية إن شاء الله يعني لا حصر لها. جزاكم الله خير بالله عليكم يا أستاذ على أحمد هذا اعملوا الاقتراح. الموضوع ده، لأن إحنا عايزين نشارك ومش عارفين. حاضر حاضر، جزاكم الله خيرا على حسن الاقتراح وحسن الطلب، بارك الله فيكم وجعله الله في ميزان حسناتكم. محبة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. طب ما هو مش بلغت هكذا. السلام عليكم. الأخ قال لي معك اتصال محبة من محبة السيدة ايوه انا خديجة. محبة نعم السيدة خديجة. نعم انا احدث الأخ معي في الإخراج. السلام عليكم، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي أستاذ أحمد. نعم تفضلي. رضي الله عن ربنا أمنا يبارك فيكم خديجة يا رب، رضي الله ربنا عنها يبارك وارضاها. فيكم يا رب. اتفضلي. نعم. والله انا بحبها حب اكتر من نفسي والله العظيم. ربنا يبارك في عمرك ويبارك في قناة الندى وفي مشاهديها امين وفي امين. المسلمين والله جميعا يا في استاذ مشارق احمد الارض وفي مغاربها. الحمد لله انا فزت بشرح رياض الصالحين للشيخ محمود المصري، ما شاء الله، والله كنت اول مره في حياتي افوز، الحمد لله رب العالمين. ربنا يجعلك من اهل ربنا الجنة. يبارك فيك وفي القناة وفي الشيخ محمود المصري وفي كل المشايخ يا رب. اللهم امين، اللهم امين، امين. انا بس ليا يعني ليا اقتراح يا استاذ احمد. ايوه نعم. انا لو سمحت بسالكم بالله العظيم تجعلوا الاذان في قناه الندى بصوت الشيخ محمد رفعت، اسالكم بالله. الله يرحمه. والله الله والله يرحمه. صوته بيخلي الواحد قلبه يرق، واللي طبعا انا ببكي لما بسمع الاذان لا، بتاعه. ربنا يغفر له ويرحمه ويجعله من اهل الجنه يا رب. حاضر حاضر، نعرض هذا على الإدارة وعلى الإدارة الفنية كمان إن شاء الله لعله يكون متاحا بإذن الله. حاضر يا محبة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الأستاذ مروان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. والله يا شيخ أنا من محبين حضرتكم ومحبين قناة الندى جدا. ونحن نحبك ونحب كل المسلمين، الله أسأل الله أن يحبك، الله يرضى عنك. والله شهادة أعتز بيها. يا رب يرضى عنك. اتفضل يا والله يا شيخ كنت عايز اعرف ما حكم قطع جلد الشفاه والشخص والشخص لا ما حكم ايه يا مروان؟ ما حكم قطع جلد الشفاه؟ قطع جلد الشفاه جلد جلد اثناء الاحراق. جلد اصل الجلد دي واحد بيعذب واحد. جلد الشفاه. طيب هل هذا محرم اثناء الاحرام؟ الشفاه اثناء الاحرام. حاضر. ومن مس الطيب ومن مس الطيب وهو محرم من وهو ناسيا، هل هذا حرام؟ ناسيا وهو محرم. حاضر 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 يا مروان. في سؤال آخر؟ لا شكرا يا شيخ، أنا تمنيت أسمع صوتك بصراحة. اللهم اغفر لي ما لا تعلم، أسأل الله أن يسترنا وإياك بستره الجميل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. انا اللي اتكلمت النهارده بخصوص على السؤال على بخصوص زوجي، اللي هو باخد مرتب وانا بطلع بتصدق منه، هو يعلم مش في العصر، زوجي انت يعلم. تتكلمين عن حلقة العصر يعني؟ ايوه. نعم اتفضلي، هات السؤال. هو زوجي يعلم لكن انا مش بقول بالتفصيل، يعني هو يعطي لي المرتب ماشي، وانا اقول له انا هتصدق منه لكن ما بقولش كام بالظبط او عملت فين او وهو موافق موافقه ضمنيه او يعني في سماح؟
ايوه المرتب معاكي واللي انت عايزاه اعمليه، المهم جزاه هو الله خيرا، جزاه الله خيرا. حاضر يا امه الله، كده كلام واضح. حاضر، مش حضرتك برضو بتعملي جمعيه وبعدين من تديها له بعد كده؟ طيب ايوه، هو انا بقى بتصرف في المصروف بقى ما شئت يعني، بس انا الصراحه يعني ايه بطلع منه برضو جزء، بس بصرف نفسي برضو يعني. يا رب يعزك ويبارك لك في مالك واولادك وزوجك. حاضر، ربنا يغفر لنا ما قطعناهم. امين يا رب، في امان الله. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ايه يا استاذ احمد، هو انا كنت بكلم حضرتك من شويه والخط قطع. اهلا ومرحبا، تفضلي. الله يبارك فيك حضرتك. هو انا كنت عندي سؤالين. نعم. في واحده محفظه قران بتفضل تحفظ في الاجازه وكده، بيبقى العيال كويسين معاها، واول ما يجوا بقى عند الدراسه الام تقول لها معلش بقى انا مش هنحفظ تاني عشان الامتحانات والدروس ومش عارفه ايه، فالاطفال بينسوا كل اللي حفظوه وبنضطر ان احنا نعيد تاني من الاول. فانا كنت عايزه كلمه من الشيخ تخلي الامهات زي ما بيهتموا بالدراسه والدروس يهتموا بالكلام ده، لان الموضوع ده يا استاذ احمد يعني بنلاقيه كتير قوي. حاضر حاضر. الحاجه الثانيه بعد اذن حضرتك، لو انسان اتوضى ولبس جورب وبيمسح عليه فنزع منه لاي سبب، هل يعيدوا الوضوء؟ حاضر. ولا يلبسه ما دام هو على طهاره من الاول؟ وبارك الله فيك يا استاذ احمد، كنا عايزين رقم حضرتك. رقمي مع الشباب في الكنترول، في امان الله. نعم شيخي الكريم، الاخ احمد، انتهينا من اجابه. امه الله، نعم امه الله، مساله دعم القناه والتحويل الرصيد ان شاء الله تعالى نعرضه على الاداره. محبه السيده خديجه ما شاء الله فازت بكتاب رياض الصالحين للشيخ محمود المصري، اسال الله ان يتقبل. اللهم امين. ولها طلب واقتراح جيد ان يكون الاذان في قناه الندى بصوت فضيل الشيخ محمد رفعت رحمه الله. ان شاء الله نعرض هذا وان شاء الله يكون يحظى بالقبول. وان كان صوط الشيخ النقشبندي والشيخ طبعا مؤثر، كلهم كلهم ايوه مؤثر ايضا يعني، تبقى يعني اذواق. هي اذواق وصوت رحمة الله على الجميع. صوت نقشبندي صوته رائع بصراحه بصراحه. يعني سبحان الله. اخونا مروان، ما حكم قطع جلد الشفاء اثناء الاحرام؟ يعني هو احيانا تبقى الشفاء كده حته جلده ناشفه كده، فيوم ان كان مما يتاذى به من الممكن ان نقيسه على الاظافر، فان كان يتاذى من منها وتسبب له اذى ونزعها فلا شيء عليه والله. نعم شيخ كريم. الاخ مروان، من مس الطيب ناسيا وهو محرم فما حكمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مس الطيب من محظورات الإحرام، لكن إما السهو وهو ناسي فلا شيء عليه والله أعلم. نعم. أختنا أمة الله اتصلت في حلقة الرابعة عصر النهاردة مع الشيخ شعبان درويش حفظه الله، ويبدو أني ما سمعت قولها أن الزوج لا يعلم، يعني أنه يعلم ويوافق ضمنيا، هذه المرتبة اهو، ويعني تصرفي كيفما شئتي عن طيب خاطر جزاه الله خيرا. وهي بتعمل جمعية، احيانا بيبقى عارف واحيانا مش عارف، بس الجمعية بتاخدها تديها له يعني، فهي تحسن تدبير شؤون البيت جزاه الله خيرا. فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي تحقق شرطا وهو موافقة الزوج، بقي شرط اخر وهو عدم الافساد في الصدقات، بمعنى أنها لا تتصدق بما يجور على نفقات البيت وعلى نفقات الأولاد، فإذا تحقق الشرطان فهي مأجورة إن شاء الله. نعم جزاك الله خير شيخنا الحبيب. أمة الله محفظة قرآن وترجو منكم نصيحة للأمهات. نعم. في الصيف يأتي الأولاد وتأتي الفتيات يحفظون كتاب الله عز وجل، دراسة تبدأ خلاص، هاتوا الولاد بقى للكيمياء والطبيعة والإنجليزي والأحياء والفيزياء وكده، كلها أمور طيبة، لكن ما يكونش على حساب كتاب الله عز وجل. في الصيف التالي الأولاد كأنهم ما حفظوا شيئا، وتبدأ المعلمة ويبدأ معلمه القرآن الكريم من البداية. نصيحة للأمهات والأباء شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نصيحة بالطبع، أن القرآن يعني لا يحفظ في أوقات الفراغ فقط، يعني بمعنى أنه الإنسان يجد وقت فراغ في الأجازة فيحفظ أبنائه، ثم بعد ذلك يترك الحفظ والتحفيظ. فنحن ننصح الآباء والأمهات أن يحاولوا أن يجمعوا ما بين الدراسة
وما بين حفظ القرآن. بالطبع لن يستطيعوا أن يجدوا الوقت كما يجدونه في أجازات الصيفية. الحقيقة أنه الأطفال والأبناء في المدارس نحن نعذرهم، مصقلون بالواجبات، مصقلون بالمدرسة، مصقلون بالحصص، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فيعني الأم والأب يحاولوا حتى ولو يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع، يعني جمعا بين الخير يعني، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. معنا اتصالات يا شباب. من صام نافلة شيخ كريم الاثنين وغدا الاثنين إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، الله أن يرزقنا هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بدا له لأي عذر أو حتى من غير عذر ألا يستكمل اليوم، ألا يكمل اليوم، فهل يأثم وهل عليه إعادة هذا اليوم شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الإنسان في صيام النافلة أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء لم يصم، وإن شاء قضى يوما وإن شاء لم يقضي، فهو أمير نفسه. إن قضى أفضل، لكن على سبيل الاستحباب يعني، ليس على سبيل الوجوب. على سبيل الاستحباب، الاستحباب. أيوة. ليس على سبيل الوجوب. من معنا؟ السلام عليكم. أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أم أحمد، تفضلي. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. بص سيدة توفاها الله، الله يرحمها، ومعاها بنتين وأخوة. بنتان وإيه؟ إخوة شقة وإخوة أشقاء. بنتين وولد. ماشي. بنتان وإخوات من الأب، ثلاث صبيان وبنتين. وإخوة لأب، ثلاثة ذكور أو ثلاثة ذكور و وإخوة من الأم. نعم. بنت وولد، ولدين، فمش عارفين مين اللي يرث. حاضر حاضر يا أم أحمد، جزاك الله رحمة خير. الله عليها رحمة واسعة، وإياكم فأمن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، من معنا؟ عبد الفتاح. عطا الله يا فندم. ما شاء الله، ربنا يفتح عليك يا عبد الفتاح، تفضل. ربنا يبارك فيك. اسمك جميل. نعم، عبد الفتاح. الله يبارك فيك يا رب. عطا الله، الله اكبر، ربنا يبارك في عمرك. الله يعزك يا شيخ. اتفضل. لو سمعت يا شيخ، انا لو دلوقتي كان ورايا محاضرات في الكليه ولا كده وما لحقتش صلاه الجماعه، ممكن اصلي انا وقاضي جماعه تانية يعني؟ طيب. وهل نقيم الصلاه؟ نقيم الصلاه يعني، ولا نصلي كده على طول؟ حاضر، وجزاكم الله خيرا. وإياك يا أستاذ عبد الفتاح، ربنا يوفقك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي الحبيب. الأخت أم بتول، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، إزي حضرتك أستاذ؟ الحمد لله، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. ربنا يعزك يا رب ويتقبل منكم بإذن الله. وإياك يا أختنا، تفضلي. معلش أنا كان سؤالي طويل شوية، فياريت بس حضرتك تسمعني. يعني نختصر قدر المستطاع، تفضلي. ماشي حاضر بإذن الله. هو أنا مقيمة في السعودية، وفي عمل كده للسيدات منتشر هنا عن طريق برنامج اسمه تويتر، هو تسويق إعلانات بس هو غير التسويق الهرمي والإلكتروني، عبارة عن شخص عنده مجموعة حسابات بيديني مثلا حساب منهم وبينزل عليه خمس إعلانات لمنتجات معينة. الشخص ده بيديني أنا راتب ثابت، والمعلن عنه او المعلن عنده بيديله مثلا على الحساب 100 ريال مثلا، يعني بيديله فلوس ثابته برضه. بيديله برضه فلوس ثابته على الاعلان ده. المشكله بقى مين الاخر ده اللي ياخد مال ثابت؟ حضرتك الشخص اللي هو صاحب الحسابات اللي مديها لي يعطي حضرتك مرتبا او راتبا ثابتا، مين الاخر الذي ياخذه؟ ثابت، وبياخذ من المعلن عني، يعني واحد بيجي يعلن عنده عن البضاعه بتاعته. تمام؟ فبيديله على الاعلان مثلا 100 ريال. نعم. ده الشخص اللي انا شغاله يعني. فهمت كده؟ يعني تمام تمام. الاعلانات دي بقى ممكن تكون مبيعات ملابس، حاجات يعني عامه. بس المشكله بقى عندي ان هو احيانا بينزل لي حاجه اسمها اعلان لتسديد قروض، شركات اللي هي تسديد القروض دي منتشره هنا في المملكه كتير.
الشركات تسديد القروض دي احيانا الناس دي بتسدد بطريقه شرعيه، وهنا يعني اغلب العلماء مجوزين لهم التسديد ده، واعلانات تانية بتصدق بطرق غير شرعيه. دخلت على النت لقيت ان هي فيها ربا. انا الحمد لله بفضل الله ما بروحش للاعلانات اللي هي بتاع تسديد القروض دي، بس انا مشكلتي لما بينزل على حسابي انا اعلان لتسديد القروض، فالناس اللي بتبادل معايا الاعلانات دي بتراكمي، فبالتالي الاعلان بينتشر للناس. انا كنت عايزه اعرف هل انا كده عليا ذنب، وهل استمر في العمل ده ولا لا؟ حاضر حاضر، فأمان الله. محبة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تفضلي. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يعني سبحان الله استطعت الوصول إلينا مرتين، وهناك من يقول لي أنا لا أستطيع بالأسابيع، سبحان الله. تفضلي. يا أستاذ أحمد، أنا بقالي شهر ونص دلوقتي بتصل بكم ومش عارفة أوصل لكم. بس ما شاء الله في حلقة واحدة مرتين، هذا توفيق من الله. الحمد لله. تفضلي. الحمد لله رب العالمين. لا تفضلي. انا بس كنت عايزه اعرف حضرتك، اللي هو انا بقول للشيخ محمد رفعت الله يرحمه وسامحه ليه، علشان كل القنوات بتاعه المسلسلات والافلام والكلام ده كله بيجيبوا الشيخ نقشبندي، فاحنا عايزين نبقى احنا متميزين بقناتنا. طيب والشيخ محمد رفعت ما فيش اثنين يعني يعترضوا عليه. الله يرحمه الله يرحمه، كلهم ساده وافاضل رحمه الله عليهم رحمه واسعه، الله يرحمهم جميعا، بس عشان احنا نبقى متميزين، عشان احنا مش زيهم. وجهه نظر تحترم وتعتبر يا اختنا، ربنا يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك. الله يكرمك. طب انا ليا سؤال يا استاذ احمد. اتفضل. انا دلوقتي الشيخ بيقول ما النساء ما لهمش يعني غسل يوم الجمعه، طب انا بنزل اصلي الجمعه، نعم، يعني عليا غسل ولا لا؟ طيب اظن انت انت سؤال. وبعدين انا بنزل يا استاذ احمد، بنزل الجمعه اصلي الجمعه، انا الحمد لله بنزل بدري المسجد، فدلوقتي يعني الوقت اللي انا باخده في المسجد ده بصلي صلاه الضحى، هل انا اكمل لحد الظهر صلاه، ولا اقرا في المصحف، ولا اعمل ايه؟ ان شاء الله. حاضر، وجزاكم الله خيرا، وربنا يبارك فيكم يا رب. فامان الله يا اختنا. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك انا باخر سنه العشاء كل يوم مع قيام الليل بالليل، فهل ده حرام ولا حلال؟ حكمه حاضر. وسؤال تاني، يعني انا بقرا بيقولوا ان سوره تبارك يعني كويسه، بتنجي من عذاب القبر وكده. المنجيه. نعم. شفنا يجيبك. حاضر. انا بقراها كل يوم مع المغرب او مع العشاء، فده يجوز ولا يجوز؟ ما شاء الله. كل يوم. السلام عليكم. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي، بارك الله في عمرك وربنا يرضى عنا وعنك شيخ الحبيب. فضيلة الشيخ متولي البراجيلي، أم أحمد امرأة توفيت ومعها أو تاركة بنتين، وليس لها أبناء ذكور، وإخوة أشقاء، وإخوة لأب ثلاثة ذكور وبنتان، وإخوة لأم بنت وولدان. طبعا الإخوة الأشقاء بنتان وولد، فلمن التركة؟ والله هي المسألة مش مستوعبة. هي عندها بنتان. هي عندها بنتين وعندها اخوه اشقاء، فالبنتان اولادها بنتين، ما لهاش ذكور اولادها. وما لهاش زوجها اكيد، يعني مش مذكور في المساله. هو اللي نعرفه يقينا البنتين. اخوه التلتين. البنتين دي التلت بقى الباقي انا. هل الاخوه الاشقاء يحجبون الاخوه لاب والاخوه لام؟ هو الاخوه الاشقاء هي يعني انا ما فهمته منها ان هي تركت بنتين غير البنتين بقى، ليها اخوه اشقاء. اخوه اشقاء واخوه لاب واخوه لام. اخوه لاب واخوه لام. اخوه لام ده يعني ولادها هي؟ لا يا فندم، هي يعني ده الاخوال، اخوال الولاد، اخوال البنات. اخوال البنتين. اخوال البنتين. تمام، فهي ليها اخوه اشقاء، التي المراه التي توفيت لها اخوه اشقاء. نعم. واخوه لاب واخوه لام، وتركت بنتين. تمام، البنتان لهم الثلثان. تمام. الاخوه الاشقاء بقى، ده عمر ده ابنك يا ايمن. لا يعني لا اجيب انا حتى. لا طيب، جزاكم. انا طبعا احب هذا والله واسعد.
ربنا يبارك. اسعد الشيخ علاء عامر، ربنا يحفظه ويجيبه بالسلامه وفي دعوه دلوقتي ما شاء الله خارج البلاد، اسال الله ان يتقبل. اللهم كان بيعمل برنامج فقه المواريث وما زال في القناه. ايمن النبراوي المخرج ربنا يحفظه ويذكرنا ببرنامجه. فهو كان بيقول دي حزبه سيدنا عمر. فهو قصدي المسألة الحجرية ربنا يرضى. بس دي فيها زيادة عن المسألة الحجرية، دي فيها زيادة، فيها زيادة. التاني كانوا زيادة. إخوة لأم وإخوة أشقاء. تمام. طب خلاص، يبقى احنا نرجئ هذا للقاء القادم إن شاء الله تعالى يوم الله. أحمد حاضر. أستاذ عبد الفتاح طالب في الكلية ربنا يحفظه. نعم. المحاضرات أحيانا تكون وقت في وقت الصلوات، فهل لو صلى هو وزملاؤه صلاة جماعة بعد يعني تكون صلاة ثانية أو جماعة ثانية بعد المحاضرة في الوقت، تكون الصلاة صحيحة؟ وهل يقيمون الصلاة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجماعة صحيحة طالما هو هناك عذر وكان في محاضرة ولم يستطيعوا الخروج إلى الصلاة في وقتها، طالما صلوا في الوقت فالصلاة إن شاء الله صحيحة لعذرهم. وإقامة الصلاة على الاستحباب، الأفضل أن يقيموا. الأفضل أن يقيم. الأفضل أن يقيموا. نعم والله. ولا بأس من هذا الصنيع. نعم، هو المعذورون لأن عندهم محاضرة والمحاضر لن يخرجهم في وقت. أحيانا بيبقى فيه تعنت كمان. نعم. يعني نعم. ويتعامل نعم. الطالب الذي هو حريص على الصلاة نعم. على وقتها، يعني أحيانا يعني يكون نعم فيه حتى من غير يعني أضيف إضافة، يعني حتى لا يشترط التعنت. يعني لو كانت المحاضرة وتنتهي بعد ساعة مثلا من صلاة الظهر أو ساعة من صلاة العصر وخرجنا بعد هذه الساعة وجمعنا جماعة، فذلك لا شيء للصلاة فيه. جماعة للصلاة. أيوة لا شيء فيه والله أعلم. جزاكم الله خير. أم بتول أختنا مقيمة في السعودية ووصفت مسألة إن هي في واحد صاحب موقع عنده مثلا 5-6 حسابات 5-6 مواقع وهو جعلها للإعلانات، فالأخت ما شاء الله على صفحتها مثلا تنزل إعلانات وتأخذ راتبا ثابتا من هذا الأخ صاحب الشركة، والمعلن يعطيه أيضا حوالي مثلا 100 ريال على مقابل الإعلان. السؤال إن في أحيانا بتبقى تسديد القروض، يعني تسديد قرض، واحد واخد قرض بيسدده عن طريق موقع، قرض مثلا من بنك أو قرض من أي مكان، قروض أموال. طيب دخلها إيه؟ هي ما هي الصفحة مثلا عن طريق الصفحة، فهي الحمد لله لا تأخذ راتبا ولا مالا عن طريق هذه تخاف تقول ان بعض العلماء في المملكة يجيزون هذه المعاملة، والبعض هي سألت او اطلعت وجدت ان في شبهة، فهي الحمد لله لا تأخذ مالا. السؤال بقى ان ممكن ينتشر او تنتشر هذه الإعلانات عن طريق صفحتها، فهل تأثم ام لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. انا افهم يعني من الصورة اللي حضرتك بتصفها ان هي صفحتها ينزل عليه اعلانات وهي بتاخد مقابل لهذه الاعلانات، مش كده؟ ايوه نعم، هي صفحه الرجل وهي تعمل فيها. هي تعمل في صفحه الرجل؟ نعم. طيب هي لا تريد ان تعمل، يعني طب ما تخرج من الصفحه. لا هي الاعلانات عاديه، منتجات، هدوم، ملابس، ماشي. لكن احيانا ياتي تسديد قروض تمام بنكيه مثلا عن طريق هذه الصفحات، هي لا تتقاضى راتبا بس ممكن هي بتاخد ايه؟ بتاخد راتب على الاعلانات التانية دي، هي بتخاف تشتغل فيها وبتخاف تاخد منها فلوس، بس الصفحة نشرت او الاعلان ده عن طريق الصفحة بتاعتها او الصفحة اللي هي شغالة فيها، فهل نشر هذا عن طريق صفحتها تأثم؟ لا، المسألة الحقيقة غير متضحة. انا سعيد النهاردة لان يعني هذا الجواب غير متضح، الامر يحتاج نعم. انها تكتب او ترسل الينا يعني طحر. تصورا كاملا حتى نستطيع ان نفتي. جزاكم الله خيرا. الامام مالك نعم سئل عن كم مساله؟ 100 مساله فاجاب عن ثلثها ولم يجب على الباقي. هذا الله اعلم. والله ورايت رجلا قابلني بعد صلاه الجمعه قال انتم تتعجلون، قال لي يا شيخ ما بسمع عندكم ابدا في البرنامج معاك مع مشايخك. لا ادري ليه؟ امهلني. قلت له لا حضرتك مش متابعنا كويس. لا والله حتى لسه حلقه الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله يوم السبت انا استمعت اليه ويسال عن حديث
قال أمهلني لا يحضرني الحكم عليه. الله أكبر. يعني هذا هو العلم وهذا هو. سمعت كثيرا هذا من الشيخ شعبان. وأنا كثيرا ما يقول أرجي من هذا الأسبوع القادم. قلت له أنت لا تتابع كل الحلقات. أيوة نعم. وهذا شيء طيب وجميل. نعم محبة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. هي قالت لما صوت الشيخ محمد رفعت رحمه الله في الأذان. جزاه الله خيرا. غسل يوم الجمعة. أختنا الحمد لله تنزل للصلاة وتبكر ما شاء الله. هناك من الرجال من يذهبون قبيل الإقامة أو بعد الإقامة كمان قامة الجمعة، نسأل الله العفو والعافية، وتمكث في المسجد حتى الصلاة وتصلي الضحى وهي في المسجد. هل تواصل صلاة الضحى أم أفضل بعدما تصلي ركعتين تجلس في المسجد وتقرأ القرآن من كتاب الله عز وجل؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي الشق الأول الغسل، غسل المرأة نعم. في يوم الجمعة. نعم. إذا احنا قلنا أن الغسل في للرجال الجمهور على أنه اليوم الجمعة واجب. نعم. معذرة، الجمهور أنه مستحب. الجمهور على أنه مستحب، وقال بعض أهل العلم بالوجوب. طب المرأة إذا نزلت لصلاة الجمعة، العلة واحدة، يبقى عليها أن تغتسل استحبابا، لأن العلة هي أن يكون إنسان نظيفا طيب الرائحة. فكذلك المرأة إذا نزلت لصلاة الجمعة فعليها أن تغتسل أيضا استحبابا على ما عليه الجمهور. إذا ما ذهبت مبكرا وذلك أفضل وهي السنة، فعليها أن تصلي ما شاء الله لها أن تصلي، ثم تجلس بعد ذلك تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الخطيب إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير. من معنا؟ السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بك يا شيخنا. تفضل حبيبي، الله يرضى عنك ويحفظك. والله أنا ما عنديش سؤال، بس أنا نفسي يعني توصلوا السلام للشيخ أبو إسحاق الحويني والقائمين على القناة وفضيلة الشيخ اللي أمامك، يعني أحبه في الله وربنا يجمعنا في الجنة يا رب. آمين يا رب. والله اللهم امين، اللهم امين. جزاك الله خيرا. والله الواحد يسعد عندما يجد الشباب الطيب الذي يحب العلماء. اسال الله عز وجل ان يتقبل، اسال الله وان يحفظ شيخنا ابا اسحاق الحويني شيخنا وتجرسنا. الله ربنا يحفظه ويحفظ علماء الامه. امين يا رب العالمين. استاذ سيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا الشيخ. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال. هات السؤال. السؤال بس الشيخ في باب يعني في الفقه المعصر. غير الشبكة اللي انت يعني غير المكان اللي انت واقف فيه يا استاذ سيد، الصوت بيقطع. طب حضرتك كده سامعني؟ ايوه نعم تفضل. في كتاب الفقه المعصر في مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة في حديث فيها بيقول ان المرأة البالغة او الكلب او الحمار من امام الرجل اللي هو بيصلي فيهم مبطلات الصلاة. عايز اعرف ايه شرط الحديث ده. المرأة وليه؟ المرأة البالغة او الحمار والكلب الاسود يعني مبطلات الصلاة، فانا عايز اعرف ايه شرط الحديث ده. طيب حاضر. شكرا جزاك الله خير. وإياك يا أستاذ سيد في أمان الله. معنا صلاة أخرى يا شباب ولا لا؟ طيب حاضر. طبعا أخ محمد جزاه الله خيرا يعني متصل بس عشان يسلم على حضراتكم، يعني جزاه الله خير واطمئن على صحة شيخي وحبيبي شيخ أبي إسحاق. جزاه الله خير. آمين يا رب العالمين. أخونا سيد في كتاب الفقه الميسر في باب مبطلات الصلاة، هل الحديث يعني المرأة البالغة إذا مرت بين يدي المصلي أعزكم الله أو الحمار أو الكلب الأسود الصلاة تكون باطلة، وما حكم هذا الحديث؟ ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ نبيل السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا، تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا، تفضل. اللهم أمين. أنا عندي سؤال، ممكن يعني سؤالين، سؤال دلوقتي وعايز نمرة تليفونك. سؤال ونمرة الدكتور؟ تليفون حضرتك يعني. تليفوني حاضر، تليفوني مع الشباب في كنترول ان شاء الله تعالى، والسؤال هاته. ماشي. سبغة الشعر هي مستحبة ولا حلال ولا حرام؟ سبغ ايه؟ الشعر، سبغة الشعر. سبغ الشعر بالسواد ها؟ سواد. بالسواد. هو شاب ولا رجل كبير؟ لا متوسط. يعني 40 كده ولا 50 ولا بقى عنده 70 سنة يعني ولا كده؟
40. طيب طيب حاضر. من معنا؟ السلام عليكم. معك سؤال تاني؟ لا نمرة حضرتك بس. ما تقفلش تليفوني يا استاذ نبيل وخد الرقم ده، وهذا يشرفني من الشباب في كنترول. من فضلكم ما تقفلوش تليفون وخدوا وادوا له الرقم. استاذه هدى السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا اختي كانت عامله نذر ان هي ما تحمكش شعر ولدها غير في الحسين. نعم، اختك نذرت ايه؟ نذرت ان هي ما تحلقش شعر ولدها غير في الحسين. لا تحلق هي شعر ابنائها، شعر ولدها غير في الحسين، الا في الحسين. بس هي اتعطلت فيها الاسباب، فما قدرتش ان هي تروح خالص لحد لما ولدها بقى عندي 4 سنين. ففي حاجه ان هي تعملها غير ان هي توفي النذر ده؟ حاضر. ولا ما فيش غيره؟ حاضر. وسؤال تاني بعد اذنك يا شيخ، انا سمعت امبارح ان الشيخ مصطفى العدوي بيقول ان مقوله ان المراه صوت المراه عوره، ان ده مش حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. بعد اذنك انا عليه الصلاه والسلام، فبعد اذنك انا كنت عايزه اعرف المقوله دي مين اللي جايلها، لان في كلام كتير زي كده احنا بنسمعه. امال انت بتكلمينا في التليفون اهو واحنا بنسمعك، لو صوتك عوره كنا سمعناك ازاي؟ لا 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 يا شيخ، انا بس انا كنت فاكره ان ده حديث. طيب طيب يا ريت يكون في مثلا برنامج او حاجات زي كده تعرفنا الاحاديث من المقاويل المشهوره دي. طيب. اللي دي مش احاديث وكده. جزاكم الله خيرا. اقتراح جيد. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم، معك عاصم احمد. اخونا عاصم، اهلا مرحبا يا عاصم. الله يخليك. هو سؤال بالنسبه لناحيه ان في تزوج وعنده 4 بنات، ما عندوش يعني، فعايز يكتب الحاجة باسم مراته، هل اخواتها يورثوا فيه ولا ما يورثوش؟ اخوات مين؟ اخوات زوجته؟ اخوات زوجته. طب ما هو كده هيكتب باسم البنات وباسم الزوجة والبنات يروحوا فين؟ لا هو هيديهم شرعهم، بس هو عايز يكتب الحاجة اللي شراها جديدة باسم زوجته. طيب هل يجوز ليه ولا لا يجوز من ناحية الشرع؟ حاضر يا اخ عاصم، حاضر. شكرا. طب من معنا؟ السلام عليكم. من؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا بسأل دلوقتي، ان انا جدتي بابايا لما توفى فجدتي اتنزلت لنا عن حقها. فالحق ده بقى يتوزع على البنات وعلى الصبيان ازاي؟ حاضر. ماشي، السلام عليكم. عن حقها في والدكم ها؟ يتوزع على البنات والصبيان ازاي؟ حاضر. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيكم أخونا الأستاذ سيد. السؤال، هل هذا حديث المذكور في كتاب الفقه الميسر، وحكمه إيه شيخنا الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا حديث، وقد ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون. والإمام أحمد لما سئل فيه قال في القلب من المرأة شيء، يعني يكون أن الصلاة تبطل بالمرأة الحائض أي البالغة، والكلب الأسود والحمار. والحمار أعزكم الله. فقال في القلب من المرأة شيء، وكذلك أم المؤمنين عائشة كان متشكك بوجود المرأة في مسألة المرأة في هذا الحديث، عارضه بما ورد عن أم المؤمنين عائشة، أنها لما ذكر لها هذا الحديث فإنها قالت سويتمونا بالحمار وبالكلب الأسود، والله إني لكنت أن أستلقي في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يسجد غمزني، غمز قدمي، فيعني ضمت قدميها وسجد. بس العلماء قالوا انه هناك فارق بين مرور المراه وبين حاله الثبات التي كانت فيها ام المؤمنين عائشه، كانت نائمه مستلقيه، فهذا لا شيء فيه ان يصلي اليها، لكن الكلام على المرور. فمن اهل العلم من قال انه بالفعل تقطع الصلاه، ومن اهل العلم من ضعف الحديث، ومن اهل العلم من قال تقطع بالحمار والكلب الاسود ولا تقطع بالمرأة لكلام أم المؤمنين عائشة والله أعلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. الأستاذ نبيل، حكم سبغ الشعر بالسواد، وطبعا يعني لرجل أو لامرأة في سن 40 أو ما شابه ذلك شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صبغ الشعر بالأسود من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، نعم، ولم يجتمعوا فيها على رأي واحد. وما ورد من أحاديث كالحديث الذي ورد في يعني في أبي بكر رضي الله عنه، يعني غيروا هذا الشيب،
واجتنبوا السواد، فإن أهل العلم أعلوا يعني هذه اللفظة وجنبوه السواد، أعلوا هذه. والحديث الآخر اللي هو سيكون أقوام يعني يصبغون لهم حواصل كحواصل الحمام يصبغون بالأسود، فهذا حكاية خبر، كما أن هناك حكاية خبر عن الخوارج أن سيماهم التحليق، فهذا لا يستفاد منه أن التحليق محرم. فالمسألة خلافية، الجمهور على أن الصبغ بالأسود مكروه وليس بمحرم، وليس بمحرم. طب أنا أخرج من المسألة دي إزاي؟ أنا أصبغ بالحناء والكتم، وهذا يعطي لونا ما بين البني والأسود، وهذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حديثه أنه جوز الصبغ بالحناء والكتم، والكتم ها صبغ نبات في الجزيرة العربية يحول لون الحناء إلى لون بني غامق، لون بني غامق يقولوا عليه الكتم يعني. أيوة اللي هو الكتم ده، اللي هو النبات ده اسمه الكتم. فعلى ما سمع يبقى هو خروجا من خلاف أهل العلم لا يكون السواد صريح، أسود محضا تبارك صريح. لكن كما قلت هناك ما ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالأسود، والحسن والحسين وقالوا هذا سمان أهل البيت، ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم كانوا يصبغون بالأسود. من أهل العلم من فرق زي ما حضرتك سألت في اللفتة دي بين من كان وجهه حديدا أي ما زال في مرحلة الرجولة فجوزوا له الصبغ بالأسود، ومن تقدم في السن فلم يجوزوا له الصبغ بالأسود. صحيح، أنا لما بلاقي واحد عنده 80 سنة أو 70 سنة وسابق شعره أسب السواد أيوة تشعر أنه إنسان شكله غريب، أنه شكله غريب معذرة يعني أيوة أي أحد يسمعنا أو شاهدنا الآن بتحس كده الوش فيه تجاعيد ومش عارف أيوة. إيه والسواد مختلف تماما مع حتى رسم الوجه أيوة نعم. وفي الجائز كفاية أنه هو الحناء والكتم صحيح يجعل اللون بني غامق، بني غامق بني غامق مش اللي هو بني محروق. شوف بعض الناس بيعملوا لون احمر لحيه مثلا، ما هو الحناء فقط لا بيبقى حاجه كده لونها حناء فقط ظاهر قوي. هو عموما ان الله جميل ويحب الجمال، فالانسان ينظر الى هيئته بعد الصبغه، هل هيئته من الممكن ان يسخر منه البعض؟ فينظر الى هيئته، لان بعض السلام الاول لما مر عليه واحد صبغ بالحناء فقط قال هذا حسن، ثم لما مر عليه واحد يصبغ بالحناء والكتم قال هذا احسن، ثم لما مر عليه واحد انسان يصبغ باللون الاصفر فقال هذا احسن. فالمساله يعني ايه، الانسان ينظر الى ما يناسبه، وهذا هو الفقه. والله اعلم. جزاكم الله خيرا دكتور متولي. الاخت هدى، اختي نذرت نذرا ان الا تحلق شعر ابنائها الا في الحسين، وهي لم تستطع، يبدو انها من محافظه بعيده، فهل هناك كفارة؟ وما حكم هذا النذر شيخي الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النذر هنا أصلا نذر غير منعقد، لأنها تشد الرحال إلى مسجد الحسين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى بيت الله الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، غير هذا لا يجوز أن تشد الرحال إلى أي مسجد من المساجد. فهذا نذر غير منعقد ولا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى. وابن عباس جاء عنه أنه قال النذر نذران، نذر في طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا حكمه الوفاء، ونذر في معصية الله سبحانه وتعالى فهذا حكمه ألا يوفى به، وكفارته كفارة يمين. فإذا كفرت عن يمينها فخير، إن لم تفعل على اعتبار أنه نذر في الأصل معصية غير منعقد فلا شيء عليها والله أعلم. وتحتاج الى توبه. توبه طبعا لانها نعم. الله اعلم. طب الاتصال الاستاذ علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد اهلا ومرحبا في نعم والله الحمد لله، اتفضل. انا كنت بسال بس عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني راى في الرؤيا رجل يجدغ راسه بالحجر، فلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا قال هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. فالسؤال يا شيخ لو سمحت، كنت بسأل لو الواحد مثلا حفظ القرآن وبيعلم القرآن ولكن لا يستطيع أن يقيم الليل، أو مثلا ما بيقومش الليل أصلا يعني لكن بيصلي الحمد لله وكده، فهل يعني يكون فعلا يكون يعني مثوى هذا الرجل الذي يجدغ رأسه بالحجارة؟ جزاكم الله خير.
صلى الله ان يحفظنا وان يحفظك وان يتوب علينا وعليك امين. فمن اتقي الله معناها ايه؟ حاضر. معنا اتصال ولا لا؟ استاذ مبروك الاتصال الاخير. السلام عليكم. نوطي التلفزيون يا استاذ مبروك ونتكلم من التليفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك في الله والله الاول يا شيخ. احبك الله والدي احببتنا في جزاك الله خيرا. بقول لك يا شيخ، مس العوره من مبطلات الوضوء. نعم. بمس العوره من مبطلات الوضوء. وبالتالي سمعت ان هو يجوز غسل الطهاره، غسل الجنابه، الواحد يطلع منها يصلي. طب هو الغسل الواحد بيمثل مفهوم بيمثل العوره. مفهوم مفهوم. طيب ومعلش حضرتك، بس انا عندي بنت عندها سنه ونص، وفي ولد محمد جاي ان شاء الله كمان اسبوع. ما شاء الله. ازاي اطلعهم، ازاي اطلعهم يحبوا الدين، وازاي اطلعهم يتفقهوا في الدين وكده؟ وشكرا لحضرتك. حاضر، في امان الله وعليكم السلام ورحمه الله. مع السلامه. شكرا. حاضر، معنا 6 دقائق من الوقت والاسئله ليست كثيره، ولكن الشيخ ما شاء الله يعني لا يطيل النفس يعني في الاجابه، والاجابه بتبقى طيبه ما شاء الله، وهذا شيء طيب. صوت المراه يعني طبعا اجابه الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله يعني انه ليس بحديث، والاخت يعني اقترحت المفروض ان القناه او احنا يعني كاقتراح احنا نبين الاحاديث الضعيفه والاحاديث الصحيحه. فما قولك شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا ليس بحديث صحيح ان صوت المرأة عورة، بل هو مخالف لما ورد في كتاب الله. انا قاعدين بنسمعك اهو. لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: الامهات المؤمنين وهم القدوة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى المنهي عنه هو الخضوع بالقول. كون ان القرآن نهى عن الخضوع بالقول، يبقى يجوز الكلام بعدم الخضوع بالقول. خضوع بالقول اللي هو ان تمط صوتها، ان تتغنك في كلامها، التمايل في اللي هو تتكلم كلام مايع. تمام. لا، فهذا لكن صوت المرأة عورة هذا ليس بصواب وليس بصحيح. الخضوع في القول هو المنهي عنه. الخضوع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. صحيح. يبقى إذن يجوز بمفهوم المخالفة أن تتكلم بلا خضوع. صحيح. بالقول زي ما أخوتنا يتكلم. أيوة. كده. نعم. كلام مفهوم واضح. نعم. يعني ما شاء الله ربنا يتقبل. أخونا عاصم متزوج وعنده 4 بنات، رجل يعني متزوج عنده 4 بنات وزوجة، فهل له أن يكتب باسم زوجته شيئا جديدا سيشتري شيخ الكريم دون وإخوتها هل يرثون فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا يعني دي هبة، يعني هو يريد أن يهب لزوجته شيئا. نعم. إذا كانت الهبة مسببة يجوز، لكن إن كان يريد أن يحجب هو ما عندوش ولاد، بعضهم عنده بنات وعايز يأمن دول. هم هياخدوا التلتين وهي هتاخد السمن، ولو هي ماتت عن ما كتبه لها سيدخل اخواتها في الميراث. سيدخل اخواتها في الميراث. نعم. والافضل الا يفعل. الافضل الا يفعل الا اذا كانت هناك هبه مسببه، نسمع منه لماذا كتبت لزوجتك فنفتي بناء على السماع. يعني جزاكم الله خير. الاخت مي جدتي، جده ابي، عندما توفي ابي تنازلت عن حقها، فالميراث للاولاد للذكور وللبنات وللبنات، كيفيه التوزيع شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هبه، هي لم تمت. لا، الجده لم تمت، لم تمت، وهبت. هو لها، هي لها السدس. اي. في ميراث ولدها. اي. اللي هو ابوهم في عدم وجود الام. تمام. اي. في عدم وجود الام. نعم. فهي تنازلت عن حقها لاحفادها. نعم. في ميراثها في ابنها. نعم، هذه تعتبر هبة. نعم. لأن هي قبضت نصيبها من الميراث ثم وهبت ذلك للأبناء. الجمهور على التسوية بين الذكور والإناث في الهبة، والحنابلة على أن للذكر مثل حظ الأنثى، أن للذكر مثل حظ الأنثى. الجمهور على التسوية، يعني على التسوية. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. الجمهور على التسوية في الهبات، والحنابلة الإمام أحمد قال: أحب أن تكون الهبة على أنصبة المواريث. نعم. الرجل الذي معه القرآن ولا يقوم الليل شيخ كريم، وهو يفعل كل الحمد لله خيرات كثيرة لكنه لا يقوم الليل، هل ينطبق عليه الحديث المذكور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيام الليل سنة، وهذا دأب الصالحين من قبلكم. فرجل أتاه الله القرآن فعليه أن يقيم الليل بما يستطيع، يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لكن هذا الذي في الحديث والله أعلم هو أنه أتاه الله القرآن فلم يعمل به ولم يراجع ولم يصلي به ولم يعمل به. الأصل في القرآن والوعيد في القرآن هو أن الإنسان لا يعمل به، وإنما هو يعمل خلاف القرآن. يعمل خلاف القرآن ولا يعمل، يبقى عنده الآيات وعنده النصوص لكن لا يعمل بها. والقرآن نزل من أجل العمل وليس من أجل التلاوة
للتلاوة وسيلة، الله أعلم. تلاوة وسيلة للعمل وليست هي الغاية. أيوة نعم، نعم. الغاية هي العمل. الغاية هي العمل والغاية هي تقوى الله عز وجل. أيوة نعم. وفي سؤال أتاني من كنترول من الشباب في غرفة التحكم، اتق الله يا رجل، هل هذه سبة شيخ كريم أو شتيمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى النبي وخير خلق الله يا أيها النبي اتق الله، مش كده؟ نعم. فإذا كان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأسلوب يختلف حسب التعبير، يعني قرائن التعبير مختلفة. أنا ممكن أقول لك جملة بشكل أنت تفهم أني يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمدحك به، ده ممكن واحد يقول لك أنت بتكلمني كده. أيوة. أنت بتقول السلام عليكم. وممكن واحد أقول له اتق الله كأني ألقي في وجهي حجرا. صحيح. يبقى طريقة الأداء كما ندرس النبر والتنغيم. أيوة، طريقة الأداء. صحيح. أيوة. ويعني تقسيم الوقت. أيوة، بيبان بيبان. وهل هو مقام نصيحة ولا مقام توبيخ؟ أيوة نعم، بيبان. نعم. من القرائن. مبروك الأستاذ مبروك، مس العورة أثناء الغسل هل هو من مبطلات الوضوء؟ وهو عنده إشكالية إن ما إحنا بنغتسل وبعدين بنروح نصلي. نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسائل خلافية أيضا. نعم. إنه ورد حديثان في هذه المسألة، حديث إنما هو بضعة منك، وحديث من مس ذكره فليتوضأ. فالعلماء اختلفوا حسب يعني الاستنباط والجمع بين هذين الحديثين. إن أنا أرى والله أعلم أن من مس ذكره بشهوة فهذا هو الذي عليه الوضوء، أما من مس ذكره بغير شهوة فأرى أنه ليس عليه الوضوء، هذا ما أفتي به والله أعلم. تمام. العبرة هل يجد شهوة أم لا. أيوة نعم. ما شاء الله، سؤال جيد يا أخ مبروك. عنده بنت ما شاء الله عام ونصف، ومحمد في الطريق، أسأل الله أن يجعله كده إيه يعني يتخلق بأخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول عن كيفية كيف يحبوا يجعلهم يحبون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم. فالأبناء إذا خرجوا في بيت هذا البيت قائم على الصلاح فالغالب أنهم سيكونون على الصلاح، لأن هذه تسمى التربية بالقدوة والتربية بالمثل. فإذا يبقى هو دوره الأصلي أن يكون هو والأم عليها عمل. أيوة نعم. هو يكون هو على الصلاح وهي على الصلاح، يعني مثلا الصلاة يؤذن له وهو لا ينزل إلى المسجد، ثم يقول لابنه لما لا تنزل إلى الصلاة، وهو رآك في الأصل منذ صغري وأنت لا تنزل إلى المسجد، أو يرى الأم لا تصلي. يبقى الأصل إذا أردت للأبناء أن ينشأوا على طاعة الله سبحانه وتعالى أن تكون أنت والأم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم تذكر لهم قصص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والقصص، وعلموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ويأخذ الأمر كده بتؤدة. نعم. ويحببهم في دين الله سبحانه وتعالى والله أعلم. دكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم آمين. وأشهد الله أني أحبك. أحبك الله زحتني له، ربنا يبارك. وكذلك اللهم أمين. أحب مشاهدينا الكرام، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وقبل الختام، غدا الاثنين أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صيامه، اللهم آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا